السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على قناتي يوميات نسيمة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا اليوم باذن الله غادي نشارك معكم كيفاش حضرت العشاء ديال شخصين بمناسبه عيد الزواج ديالي اللي هو 7 سنوات. فغادي نشارك معكم كيفاش حضرت المقبلات وكذلك ديسير، وحتى من العشاء يعني كان جد رائع. حاجات اللي هما بساط، يعني كيف ما قلت لكم نقدروا نوجدوا حويجه اللي هي زوينه بهذه المناسبات هذه، وفي نفس الوقت كل شيء يعني صنع منزلي 100%. فخليكم معايا الى اخر الفيديو باش تشوفوا طريقتي في هاد الحويجات اللي وجدت بهاد المناسبه هذه. ونتمنى هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. واذا زرتوا القناه عن جديد ما تنساوش تفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. فخليكم معايا الى الاخير وفرجه ممتعه. فاول شيء غادي نشارك معكم كيفاش حضرت الديسير اللي غادي نوجدوا في هاد الكاسات هادو. عندي هنايا البسكوي اللي مطحون، وكيف ما كتلاحظوا معايا مطحون معاه حتى شويه من المكسرات مثل الكاوكاو وحتى اللوز. وهنايا عندي الاناناس اللي هو معلب قطعته على مربعات صغار، وكذلك عندي هنايا الكريمه ديال الخفق اللي مطلعتها، وكذلك عندي هنايا شويه من الكريم باتيسيير. فهادو هما اللي غادي نحتاج باش غادي نعمر هاد الكويسات ديالي. اول شيء غادي نوضع البسكوي في هاد الكاسات هادو كيف ما كتلاحظوا معايا. وهنايا من بعد ما عملت القليل من البسكوي في الكاسات ديالي غادي نضيف هنايا عليهم الكريم باتيسيير. غادي نحاول انني نوضع واحد طبقه كاولى يعني ديال الكريم باتيسيير فوق البسكوي. هاد التحليه كتجي رائعه، كتجي واحد الانسجام يعني ما بين هاد المكونات كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع. فنتمنى انكم تجربوها. هنا من بعد ما كنحاول انني نقاد يعني هذاك الكريم باتيسيير في الكاسات، من بعد هنايا غادي ناخذ شويه من الاناناس اللي عندي معلب غادي نوضعه كطبقه ثانيه او طبقه ثالثه عفوا في الكاسات ديالي. كنفضل انني نعمل هنايا الاناناس مع هاد الكريم باتيسيير ويعني وهاد المكونات كامله كيعطي واحد المذاق رائع. من بعد هنايا غادي ناخذ الكريمه اللي خفقتها من بعد طلعتها وغادي نعمل بها على شكل وريضات من الفوق كيف ما كتلاحظوا معايا. كيجي الكاسات المنظر ديالهم هائل زويون. غادي نستمر هكا حتى كنكمل الكاسات ديالي. هنا من بعد ما كملتهم خديت هاد الفيرميسيل هذا اللي من الاول وعملت واحد الرشه هكا خفيفه كيف ما كتلاحظوا معايا. هادو هما الطبقات اللي حصلنا عليهم. وهنا غادي نوجد معكم واحد المقبلات اللي عملت هنايا، عملتهم بهاد الكويسات هادو مقبلات اللي هما مالحين كيف ما كتلاحظوا معايا. هنايا خديت الخبز ديال التوست تقطعته على شكل دويرات صغار باش يجيني في القاع ديال الكاس، عملته كطبقه اولى. هنايا عندي لافوكا اللي طحنتها مع شويه ديال المايونيز حتى ولات عندي كريميه، وغادي نوضعها كطبقه اولى. هنايا كنحاول انني نقادها كيف ما كتلاحظوا معايا. وهنايا من بعد غادي نضيف عليهم القليل من مايس اي الذره اللي عملت لي واحد شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. وهنا من بعد غادي ناخذ القليل من هاد النوع ديال البصله هذا اللي قطعته هكذا رقيق حتى هو غادي نوضعه الفوق. كتجي بحال سلطه يعني في الكاسات، الواحد يغير شويه من المنظر ومن الشكل كذلك اللي متعودين عليه. هنا خديت الكروفيت كيف ما كتلاحظوا معايا كنعملو على هاد الشكل هذا في الكيردون. كناخذ واحد الحبه ديال الزيتونه وكنعملو هكذا في الكاس. هنا عندي مايونيز غادي نعمل واحد شويه الفوق، وهذا هو الشكل اللي كنحصلوا عليه. وهنايا خديت الخبز ديال التوست اللي غادي نقلي له هاد الجوانب هادو كيف ما كتلاحظوا معايا، وغادي نعمل به حتى هو واحد الشكل اللي كيكون على شكل رولي ومملحات يعني كمقبلات كنقدموها. هنا غادي ناخد الدلاك اي المدلك وغادي نعمل به هكذا، كنحاول انني نسرح مزيان هذاك الخبز ديال التوست على هذا الشكل هذا.
وهادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. عندي هنايا الخس وشويه ديال البصله، عندي الكروفيت وعندي كذلك الطون. هنا غادي ندهن شويه بالمايونيز الخبز ديالنا على هذا الشكل هذا. من بعد غادي ناخد الخس غادي نعملو الاول، وغادي نضيف فوقه شويه من الطون. هنا كيبقى لكم الاختيار باش ما بغيتو تعمروهم، يعني تعملوا الطون او تعملوا فقط الخضره. هنايا غادي نعمل شويه ديال الطون، من بعد غادي نضيف شويه ديال البصله، وغادي نحاول انني نرولي هاد الخبيزه ديالي على هاد الشكل هذا. فانا عملت الكميه غير قليله لانه غادي يعني غير جوج ديال الناس. وهنا غادي نحاول انني ندهن ليه الوجه ديالو من الفوق بالمايونيز كذلك. ومن بعد غادي نجيب القليل من الشيه وغادي نحاول انني نرولي فيها هاد الخبيزات هادو. على هذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نقطعهم. هنا كنحاول ان نحيد هذوك الجوانب وغادي نقطعهم على هذا الشكل هذا. اما بالنسبه لهنايا فعندي البيض اللي مسلوق حكيته، وكذلك عندي الطون. هنا غادي نضيف لهم واحد العصره ديال الحامض، وغادي نضيف لهم شويه ديال البزار وشويه ديال الملح وشويه ديال المايونيز، وغادي نخلطهم مزيان حتى كينسجموا مع بعضهم بعض. فانا كنحاول ان نوريكم فقط يعني شنو وجدت، وكيبقى لكم الاختيار يعني تعملوا المقبلات كيف ما كتبغيو. هنايا غادي نعمل لهم في هاد الخبيزات هاد كنيكي برود اللي قطعته على هاد الشكل هذا. فكنحاول انني نعمل واحد شويه من الكميه ديال الطون اللي خلطته مع البيض. هنا كناخذ شويه من مايس وكنعملو، كنعمل واحد الرشيشه اخرى ديال الشيه، وكنزوق بشويه ديال البصله، وكنحصلوا على هاد الشكل هذا. فغادي نستمر هكذايا حتى كنوريكم شكلهم ان شاء الله النهائي من بعد ما غنوجد كلشي هاد الملاحات. فخليكم معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا كلشي شنو حضرت. ونتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش غيركم تخليو ليا التعليق كيف جاكم هادشي اللي وجدت. اما بالنسبه لهنايا فغادي نحضر معكم واحد السيجار اللي كيجي رائع في المذاق ديالو. هنايا خديت واحد المقيله ودعت فيها شويه ديال الزيت نباتيه مع زيت الزيتون، غادي نضيف عليها هنايا شويه ديال البصله اللي مشلضاها يعني مقطعها رقيقه، ضفت لها شويه ديال الملح شويه ديال الابزار وشويه ديال البابريكا وشويه ديال السكينجبير. من بعد غادي نضيف عليها شويه ديال الحرور فلفل حمراء اللي قطعتها رقيقه حتى هي، وغادي نحركهم مزيان نخليهم حتى يتشحروا مع بعضهم بعض. هنا غادي نضيف لهم واحد شويه من صدر الدجاج اللي قطعته حتى هو القطع رقيقه، وغادي نخليه حتى يطيب مزيان. عاد غادي نضيف ليه يعني يتشحر عندي مزيان، عاد غادي نضيف ليه شويه ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نحرك مزيان حتى كيطيب عندي. وهنايا غادي ندوزو على بركه الله باش نحضروا السيجار ديالنا. هذه هي الورقه اللي كنستعمل فيها الاحجام كثيره، يعني المتوسطه والصغيره والحجم ديالها الكبير. هنا هذه هي الحشوه اللي حضرت معاكم. هنا غادي ناخذ الورقه غادي ندهنها بشويه ديال الزبده اللي دوبتها، غادي ناخذ واحد الكميه من الحشوه ديالنا غادي نعملها هنايا في يعني في الوسط ديال الورقه ديالنا، وغادي نروليها على هذا الشكل هذا. فالطريقه جد سهله، كتجي على هذا الشكل هذا. غادي نستمر هكايا حتى كنكمل الكميه ديالي كامله. غادي نوضعها في واحد الصيني وغادي نرجع ندهنها بشويه ديال الزبده من الفوق وندخلها للفرن حتى كتحمر مزيان. اما الان فوصلنا باش غادي نوجدوا العشاء ديالنا اي الوجبه الاساسيه. هنايا خديت هاد البطاطا هذه، غادي ناخذ هاد لاماشين وغادي نحاول انني نجرها من الجوانب ديالها وحتى من الفوق باش نحصل على واحد الشكل اللي كيكون على شكل مستطيل هكا طويل، باش يساعدني انني نشكلها على واحد الشكل كيف ما غادي تلاحظوا معايا هنايا في لا فيديو.
باش يعطينا واحد المنظر اللي هو مغاير. هنايا غادي نوريكم باش تحصلوا على هذا الشكل هذا اللي غادي نقليه وكيعطي واحد المنظر اللي هو زوين في الطبق ديالنا. غادي نحيد هادو جانبان، غادي ناخذ هاد جوج ديال العميدات ديال الشواء. كيف ما كتلاحظوا معايا كنحاول انني نعملهم على هذا الشكل هذا. انا اخذ هنايا السكين اللي كيكون ماضي اي الموس، وغادي نحاول انني ما نوصلش حتى لتحت كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنقطع بهذا الشكل هذا حتى كنقطع البطاطا ديالي كامله على هذا الشكل هذا. حاولوا تعملوا هذه العمليه غير بشويه باش ما توصلوش حتى لتحت باش ما تقطعش معكم البطاطا. وهنايا من بعد ما كملتها على هذا الشكل هذا، دابا غادي ناخذ كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نقلبها على الوجه الاخر، وغادي نعمل دوك جوج عميدات ديال الشواء، وغادي نحاول اني نقطعها على جنب كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا كيف ما هو موضح في الصوره. غادي نقطعها هكا كامله وما كنوصلش عاوتاني حتى لتحت، غير يعني فين كنقرب لهذوك العميدات كنريض حتى كنحصلوا على هذا الشكل هذا. كيجي رائع في الشكل ديالو ومنظر اللي هو مغاير على الحويجات اللي متعودين عليهم كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. هذا هو الشكل ديالها. دابا غناخذ هذا الكيردون او عفوا العميد ديال الشوا، وغادي ندخله في البطاطا ديالنا غير بشويه على هذا الشكل هذا حتى يعني ندخله كامل في البطاطا، وكنحاول انني نجبدها باش تجي عندي مفرقه باش من ندخلها في التنقله كتعطينا داك الشكل اللي هو زويون. اما الان غادي ندوز باش نحضر معكم اللحم اللي غادي نقدمه مع الطبق ديالنا. هنايا خديت هاد المقله هادي ديال الشوا، ضفت ليها واحد شويه ديال الزيت نباتيه مع زيت زيتون، خديت هنا واحد القطعه ديال الزبده. هنا غادي ناخد واحد ثلاثة ديال الفصوص ديال الثوم اللي خليتهم بالقشرة ديالهم غير فعصتهم هكا. من بعد غادي نضيف الأوكسفيلي ديالنا، غادي نضيف ليه واحد شوية ديال الإبزار وشوية ديال الملح، وغادي نخليه حتى يتحمر عندي. هنايا ضفت عليه قليل من الروزمارين اللي عندي هنايا يابس. غادي ناخد هنايا واحد الملعقة، وغادي نبقى ناخد هذيك الزبدة والزيت يعني، وكنرشو هكذا فوق اللحم ديالنا على هاد الشكل هذا. هنايا من بعد غادي نقلبه وغادي نخليه حتى كيتحمر عندي، وانا كنقلب فيه حتى يعني كنحس به بلي طاب شويه، عاد غادي نحيدو باش غادي نقطعو عاوتاني. فخليكم معايا. فهنايا من بعد ما طاب عندنا اللحم ديالنا، غادي ناخد واحد السكين اللي هو ماضي، وغادي نقطع اللحم ديالنا على هاد الشرائح هادو. فكاين اللي كيقدموا على هذا الشكل هذا، هو مازال يعني باقي شويه خضر كيف ما كتلاحظوا معايا، لكن انا لا غادي نرجع انني نطيبه مره اخرى، فغادي نقطعوه هكذايا ونرجع معكم. وهنايا خديت نفس المقلاه اللي قليت فيها اللحم، ضفت ليها واحد شويه ديال الزبده، وغادي نحط اللحيمات ديالي تقليو مزيان حتى كياخذوا يعني يتحمروا ليا شويه من الوجهه ديالهم، عاد غادي نحيدهم. وهنايا خديت نفس المقلاه اللي قليت فيها اللحم ديالنا، غادي نضيف ليها هذا المكور هذا، اي نوع من انواع ديال الكرنب، غادي نقليه في هذا الباقي ديال الزبده والتوابل اللي عملت قبل في اللحم ديالنا. فهو كيبقى محافظ كيف ما كتلاحظوا معايا على اللون ديالو رغم اننا كنقليوه، هو اللي غادي نزين به الطبق ديالنا. وهنايا هذه هي البطاطا اللي حضرتها معكم. دابا ما عليا غير نقليها من بعد ما حمى عندي الزيت، غادي نقليها بهذوك العويدات ديالها. فخليكم معايا للاخير باش تشوفوا الشكل ديال الطبق ديالنا كيفاش غادي يجي. اما الان فوصلنا كيفاش غادي نقدم الطبق ديالي. من بعد ما سلقت اللوبيا هنايا شعره بيضاء، سطيتها في شويه ديال الملح مع الابزار مع شويه ديال الثوم وزيت البلديه. من بعد هنايا خديت البطاطا ديالنا من بعد ما قليتها، هذا هو الشكل ديالها اللي حصلنا عليه. ها اما القطع ديال اللحم فغادي نوضعهم في الجانب ديال الطبق ديالنا، وغادي ناخذ هذاك الكرومب من بعد ما قليته كيف ما كتلاحظوا معايا بقى محافظ على اللون ديالو، كنوضعو بهذا الشكل هذا باش نزين به الطبق ديالنا. وعندي هذه الصلصه هذه اللي حضرتها غادي نوضعها هنا في الجانب. وهنايا وصلت باش غادي نحضر الطبله ديالنا. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا كنحاول انني نحط لي زاسيات ديالنا اللي غادي نحتاجو.
كيف ما كتلاحظوا معايا عملت لي حويجات اللي هما بساط، يعني ماشي شي حاجه اللي هي مكلفه، وفي نفس الوقت اللي يعني الواحد يغير بها الجو ديالو في هذه المناسبات هذه. هنا غادي نشعل هاد الشميعات هادو اللي كيعملوا لنا واحد الجو اللي هو زويون، فخليكم معايا باش تشوفوا كيفاش غادي نحضر الطويبله ديالي، وكيفاش يعني قدمت المقبلات وحتى من الديسير وحتى من بعد لاطارت. لكن لاطارت ما غاديش نعملها في هذا الفيديو هذا باش ما يكونش الفيديو طويل يعني والواحد يمل منه. غادي نشاركها معكم في فيديو ان شاء الله المقبل كيفاش حضرت لاطارت. فهذو هما المقبلات اللي وجدت كيف ما كتلاحظوا معايا، فخليكم معايا باش تشوفوا كيفاش وجدت الطويبله ديالنا. ونتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش انكم تخليوا لي تعليق كيف ما عودتوني، التعاليق ديالكم زوينه، وكذلك اللي زار القناه ديالي عن جديد ما ينساش تفعيل الجرس باش يوصلوا كل جديد. فخليت لكم الراحه في فيديو اخر ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه.